استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس. التفاصيل. يتقدم للمطول بين يدي جلالتكم نصركم الله لأداء القسم الأعضاء المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد الله معوني مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيدة سعاد كوكاس نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد زبير بوطالة مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد عبد اللطيف طهار مستشار بمحكمة الاستئناف بالنظر. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد عبد اللطيف شنتوف قاضي بالمحكمة التجارية بالرباط. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد يونس السهري رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد عثمان الوكيلي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتركيست. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيد المصطفى رزقي قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيدة أمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. السيدة نزهة مسافر قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش. الله يعاون جالكسي دي، الله صحة كرد عليك جالكسي دي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا لديني، لديني ولملكي، ولملكي ولوطني، ولوطني وأن أقوم بمهامي، وأن أقوم بمهامي بتجرد وإخلاص، بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، وأمانة ونزاهة وأن أحرص حرصا تاما، وأن أحرص حرصا تاما على استقلال القضاء، على استقلال القضاء وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ، وأن لا أتخذ أي موقف علني، أي موقف علني في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق، التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس، اختصاصات المجلس. الله يبارك فيك. حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النبوي رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقد وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.